عبد الله والجيجي عضو في لائحة المستقبل مترشحة لرئاسة المكتب التنفيذي للجالية الموريتانية في منطقة واشنطن الكبرى. من أهم نقاط برنامجنا الانتخابي قضية التوجيه، شباب جديد اللي جاي هنا ما عنده دراية بواقع أمريكا وبحركة ياسر من الأمور، لها ركزوا قوانا في حالة انتخابنا على إرشاده وتوجيهه للي فيه مصلحته واللي ما يتخالف مع مبادئه كموريتاني، مع عقيدته كمسلم، ومع مصلحته كإنسان طموح باحث عن النجاح في هذه الأرض. طالبين أصواتكم من أجل تنفيذ برنامج الانتخابي، برنامج الذي كامل في مصلحة الجالية الموريتانية. شكراً.